عسلامة مدام. عسلامة. قدم لنا روحك. سميرة بالكيف. مرحبا بيك. تعيش في تونس؟ عايش في تونس لمدة 5 سنوات. قديه؟ 5 سنوات. 5 سنوات. مدام قلت لي باش تحكي لي على ظروفك الاجتماعية، ظروف قاسية شوية، تفضل احكي لنا. قبل بالنسبة على الخدمة، باش نحكي لك على الخدمة. الخدمة خلينا نتعرفوا عليك ساعة قبل. أنت متزوجة؟ اي متزوجة، عندي زوج صغيرات، بناي وليد. ان شاء الله ربي يخليهم لك. عايشين مع بعضكم في تونس؟ البناية عندي، الوليد مش عندي. مين الوليد؟ الوليد عند عمته. علاش؟ حكاية أخرى هذه. متبنيته ولا أنت خليته خاطر ما عندكش مصاريف؟ ولا ما خليتوش. هو تهز من السبيطار أثناء الولادة. فيه؟ وقت الولادة تهزوا الوليد وخلوا البناية. شكون هزوا؟ دار حماية، بيت حماية. شكون قال لك معناها؟ شنو اللي يثبت انه؟ نعرف معناها متأكدة 100%. معناها متابعة في أخبار، واللي عاد 7 سنوات معناها بدلوا له اسمه، بدلوا له عمره، نقصوا له في عمره عام، بدلوا له اسمه. هو ما يعرفش أخته، أخته ما تعرفوش. قدمت شكاية ولا؟ دقيت البيبان الكل. ما لقيت حتى حل، لا في القضاء ولا في القنوات. فما حلول مدام؟ فما لديين؟ لديين أنا ما استحقيتش لديين. أنا حتى نلقى ولدي وثم شكون يقول لي هو ماهوش ولدي، ثم نعمل لديين. هو توا ولدك معناه أنت قاعدة ترى فيه ولا؟ كان جيت ترى فيه ما عنديش مشكلة. ما أنا مانيش. وين دار حماك؟ ويني لوستك اللي هي أخت زوجك؟ دار حماية في الكيف، وبيعيشوا مع بعضهم، عيلة مع بعضها. الحصيل ولا من 18 سنة تولدي مريتوش، من عمره 3 أيام مع جيبي. مدام كي تقدم شكاية فما تحاليل لازمها تصير يعني؟ قدم زوج شكاية، مش شكاية واحدة. تثبت انه الصغيرة ذاك ولدك انت؟ هاي شكاية ذي ما قدمت شكاية، ومتأكدين 100% اللي انا عندي توأم، وما نجمتش تحصل على ولدي. لهذا قالوا لي، هما قالوا لك جبتي كان صغير واحد ما جبتيش صغير. في شكاية أخرى قالوا لي لا، أنت ما جبتيش طفل، جبتيه ميت. هو جا حي لبس عليه 3 أيام قدام عيناي ولبس عليهم، ونعرف روحي. 3 أيام أنت جايبة توأم بحذاك؟ في وسط دار البيبيات. في آخر نهار ما حبوش يجيبوه لي. شنو قالوا لك؟ حبوش يجيبوا لي ولدي، قالوا لي ولدك تاعب مدري شنو. أنا ثاني نقوم بالسيف في الوقت هذاك. الوليد ديجا وزنه خير من البنية. يعني قالوا لك توفى؟ قالوا لي توفى. وبعدش ما بعدش قالوا لي يا اخي انت باكي جبتي طفله واحده، ويزرقوا لي في زريرق باش نغيب على الوعي. وفيما بعد ظهر انهم عطوا فلوس لك الفريم اللي حطها بالفام دي مين ولدت مدام انت؟ كيف مستشفى الكيف. بعدش خيرا فام دي مناش كيرتني في حالة كيك هستيرية، ووليت حالة حليلة. طالبت السماح الفام دي مناش، وقالت لي قلت راني مثبتة فيك نيتي فام دي مناش، ونعرف كنيتي فام دي مناش، واسمك سمية لحسب ما يعيطولك. وبعد قالت لي اسمي سامي، هم يعيطولي سمية صحيح. قالت لي حتى انا اخر واحدة خذيت 50,000، وهما راهم عاملوها. حكيت لك الحكايه يعني؟ اي حكيت لي الحكايه. قلت لي انا ما غير ماني متاكده من كل شيء، انا نعرف روحي ملي انا عمرهم 15 يوم في كرشي، وانا نراقب عند الطبيب باللي كوب كل شيء، الاطباء كلهم شاهدين. مدام في هذا الكل، شنو الاجراءات اللي اتخذها زوجك؟ معناها اتجاه عائلته اللي هما السبب حسب ما قلت انت. بيان سور اخذ نفوذ، وحب بالفلوس ولا بالوسيط؟ حب الفلوس ولا بالوسيط؟ وزوز قضايا رفعت عليهم، زاد بالفلوس طايحتها. الفلوس هي اللي طايحت القضايا، ضمن الزوز. الثانية قضية حتى من المحامي بتاعي ضربوه. زوجك شنو موقفه؟ هذا موقفه هو، نبقى نعيش معاها، ما منجيبش صغار. علاش؟ منجيبش صغار لأني أنا مازلت صغيرة، ما نحبش مسؤولية. تو نقول لك جيب. معناها اخوك، سامحني، زوجك ما مشيش يحكي مع اخته قال لها انت عملت ولا شنو؟ يقولوا لك اخواتي وعائلتي هذاك هو تمشي به، ما عندكش راي معاه. معناها زوجك مع الحكايه اللي صارت؟ الحكايه اللي صارت معناها بقيت حتى نتصل بيه قبل، قلت له احنا عندنا معناها زوج صغار، جيب لي ولدي. هو
معاك زوجك ولا؟ مش معايا. طلقته؟ هي كان جا معايا نكلب سنية تو كان نلقاه وفي مقدوري نكلب سنية. طلقته مدام؟ تنجم تقول مطلقين، تنجم تقول مش مطلقين، كل حد على حاله. كل حد على روحه، ما قانونيا ما زلت على ذمته. أنا ما طلبش طليق وما قالش نطلق، هو على أساس يضغط عليا باش نرجع. وأنتي طالبة ولدك؟ إيوا أنا طالبة ولدي. أنتي متأكدة لي أنتي ولدت توأم؟ إي متأكدة. متأكدة لي أنا عندي توأم، من 15 اليوم في كرشي وأنا نراقب فيه. كيف هذا مدام؟ قلت لي أنتي كي ولدت بحذاك زوج صغار، طفلة وطفل. صغار طفلة وطفل، ولدت بالصغير الأول ساعة كاملة باش ولدت بالثانية بالبناية. وهو يوزن زوز كيلو و 900 جرام. وهي توزن محسوب 900 جرام كيلو برسكا كيك. الحكايه هذه قداش عندها مدام؟ الحكايه دي عندها برشا. قداش عمراتهم؟ 18 سنه. عمرك ما مشيت معناها لدار الفامي نتاع زوجك؟ ما شفتش الصغير هذا؟ ما نمشي، ما نجمش. جمله ما نجمش نمشي. هما انا في اماكن اخرى كنت ساكنه فيها. كانوا يطاردوا فيا ويبعثوا لي مجرم على قتلي، وانا حمله بهم وبعثوا لي مجرم على قتلي. كان عندك اشكال معاهم؟ ما عندي معاهم حتى اشكال الا ولاده الصغار، هذا هو الاشكال اللي بيني. قبل الولاده هذه ما وصلوا عملوا هكا؟ نعم. الا ما فما اشكال قبل؟ لا، فما حتى اشكال. فما حتى اشكال. ما عندي معاهم حتى شيء. بعدين هم مش قابليني يعني انا نجيب صغار وكهو. كيفاش كانت علاقتك بهم؟ في لو كانت علاقتي بهم احلى ما يكون. والله احلى ما يكون. وفيما بعد صغيري لول سنة التلفيق، صغيري لول طيحوها ستة شهر ونص. علاش مدام ما يحبوكش تجيب؟ علاش؟ شنو السبب؟ هما قال لك ظروفنا ما تسمحش وما نعرفش شنو، ما يحبونيش نجيب صغار، ما نعرفش بالضبط علاش. يا ريتني عرفت غايتهم هما شنو، ما عرفتش غايتهم هما شنو، علاش انا ما نجيب صغار. شنو طلباتك مدام قدام الكاميرا للسلطات المعنيه بالامر؟ يا ريتهم يسمعوني، وانا طلباتي الوحيده انه نلقى ولدي، لانه ما يعرفش اخته وما يعرفش امه، ولا والله هو مش حاكين ليه على امه. هذا اذا كان قالوا له راي حايه. هذا كان قالوا له راي حايه. خلي لك الكلمه الاخيره، كلمه الختام. كلمة الختام تو انا هاك في خدمتي شنو دار، ما عنديش دار. ربي يعينك مدام. سكن ما عنديش سكن. قاعده تعيش انت وبنتك؟ نعيش انا وبنتي في ظروف اقصى ما تكون. تصور تو هذه كيلوها ب 600 مليم. قداش عندك تلم في دبيبس؟ عندي عامين لم في دبيبس وانا ما عنديش خدمه وما عنديش كارني علاج. معناها ظروف اقصى من ما تقرا. 18 سنه عمرها تقرا؟ ما نجمش تواصل تقرا. شنو تعمل تو؟ تو تحب تعمل فورماسيون، معناها باش تكمل قرايتها تعمل فورماسيون. ما نجمتش ندفع لها فلوس باش تعمل فورماسيون. مدام نخلي لك الكلمه الاخيره، وتنجم تخلي رقم الهاتف نتاعك. نجم نخلي لك رقم الهاتف نتاعي، وهنا باش نقول كل من يسمعني راني حتى القنوات وقتها ما كانت قناه 2 توا 21 في القناه الاولى في التونسيه اللي هي الحوار توا، الكل معي قاعده قدامهم مع السجناء اللي تسيبوا في 11 جانفي اللي كنت قاعده معاهم. قناه حنا باع للحجاب نتاعي يطلبوا فلوس باش يدخل ويسجل مع عبد الرزاق، يطلبوا فلوس. اي يطلبوا فلوس. حتى واحد سقيه مقصوصة، راجل مسكين سقيه مقصوصة، وأكيد راكم تعرفوا القصة نتاعو اللي هو كان حال كشك، جاه نمر تليفون من الشرطة مشى لي باش يشوف شنو هي الحكاية نتاعو، وقالوا اعتديت على طفلة، وهما في بالوش جملة، عنده أكثر من 15 سنة مربوط بسلسلة في الحيط. وقتها ما طاح هزوه للطبيب قصوا سقيه شريكول. القصة ذي توا يعرفها الشعب التونسي بالكدا بالكدا. هو بيدو هذا تقابلت معاه في حنا بعل وحكى لي الحكاية كما أنا حكيتها لك توا. ومع امرأة أخرى عندها ثلاثة صغار من عامين حتى تقريبا 5 سنين، زرقة كيف كيف من الضرب، كيف كيف ما لقاتش حقها، برشا ما لقاوش حقهم، حتى اللي تقاتلوا ما لقاوش حقهم. خاطر ما عندناش قضاء منصف، ما عندناش تعليم منصف، ما عندناش حتى واحد حتى حكم فيه مصداقية. والثقة تفقدت راهي، ما عادش ثقة. شكرا مدام. مشكورة.